بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جمعية زايد أطلس للثقافة والتربية والرياضة على هذه الفرصة اللي تحسها لهاد الشباب باش يشاركوا بالإبداع ديالهم في مجال الشعر. بطبيعة الحال الإبداع ليس بالأمر الهين، قد كانت هذه الخطوة بالنسبة لهذه الطاقات الشابة، لكن تبقى هناك نصيحة لابد من إسدائها لهؤلاء الشباب. ترتبط أن الشعر كما قلت سابقا هو موهبة وصناعة، إذن فالموهبة وحدها لا تكفي، كما قال القدماء لكل شاعر شيطانه، لكن يبقى كما قال جرير لمن سأله على كيف أن يصبح شاعرا، فقال له الشعر كذا وكذا من الأبيات ثم عد إلي، عاد إليه قال له انسى ما حفظت، ثم طبيعة عاد إليه مرة أخرى فقال له سير فقد أصبحت شاعرا. وأشكر كل من ساهم في تأطير الحفل وهذه الأمسية، وشكرا لموقع ميدات أونلاين، والسلام. السلام عليكم. بصفتي إطار داخل جمعية أطلس زايدة، كنبغي نشكر كل من ساهم في تكوين هذا اليوم الشعري. كنبغي نشكر كل قريب وبعيد اللي ساهم في انجاح هذا النشاط الاشاعي اللي دائما جمعيه أطلس زايدة كتحاول انها تخلق اجواء جديده واجواء ترفيهيه داخل ساكنه زايدة. وشكر خاص لميلت اونلاين على تغطيه هذا الحدث. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا كنبغي نقدم شكر جمعية أطلس زايدة للتربية والثقافة والرياضة والتنمية البشرية على هذه المساهمة، على هذه الأعمال اللي تقوم بها، وكنتمنوا لها مسيرة موفقة إن شاء الله. وكنبغي نقدم شكر خاص لميدرت المبادرة ديالي التهيئة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، توجه كلمة من هذا المنبر هذا الموقع ديال ميدلت أونلاين على الاستضافة هذه الجميلة في هذا النشاط هذا اللي انتمته جمعية أطلس للتربية والثقافة ورياضة التنمية البشرية. يعني أمسية، يعني نشاط كان الشعر 100%، يعني اكتشاف مواهب اللي كانت عندها رغبة أنها تكتب في المجال ديال الشعر وأنها تبدع في المجال ديال الشعر. فالمسابقة كما شفتوا أنها كانت مسابقة اللي ما بين يعني مستوى اللي كان متقارب ما بين جميع المتشاركين. خلال هذه الدورة الأولى هذه بسم الله الرحمن الرحيم نطوروا العمل ديالنا ونديروا الدوره الثانيه، ولما لا استضافه بعض الشعراء ويعني توقيع يعني كتب بعض الشعراء والكتاب هنا هي بمركز التكوين وتقويه القدره الشباب زايده. فهذا المركز هذا اللي فتح الافاق كبيره بالنسبه للشباب ديال المنطقه ككل على تنميه المواهب ديالهم والقدرات ديالهم في الابداع والخلق والابتكار. راه الاشاره ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومره اخرى تنبغي نشكر موقع ميدلت اونلاين على الاستضافه ديالهم وعلى الحضور ديالهم لهذه الأمسية هذه إن شاء الله. وشكراً.